يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر على شاشة التلفزيون المصري وبالتحديد القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة الخميس الموافق 4 مايو 2023. أعتقد إن لا صوت يعلو ولا حديث يعلو بالأمس عن حديث الحوار الوطني وما تم بالأمس في انطلاق الجلسة الافتتاحية، لأن امبارح كان يوم مهم جدا وهيفضل يوم يعني يخلد في ذاكرة المصريين لسنوات طويلة. كل الطوائف المجتمعية، سواء بقى بنتكلم على أحزاب، بنتكلم على شخصيات سياسية إعلامية، شخصيات عامة، نقابيين، رياضيين، فنيين، حدث ولا حرج وافتح القوس وحط فيه كل فئات وطوائف، يعني ألوان طيف الشعب المصري تحديدا، كانوا مشاركين في جلسة الأمس اللي انطلقت من خلالها فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني. الكل كان موجود، الكل كان بيشارك في طرح القضايا والأفكار والرؤى من أجل غاية واحدة، وهو إعلاء الوطن، إعلاء أو خلق مساحة من التواصل وخلق مساحة مشتركة بتجمع كل هؤلاء الأطياف المختلفة والمتعددة تحديداً للوصول لحلول توافقية ومساحات مشتركة بتستوعب كل أطياف المجتمع تحديداً لتمهيد الطريق للجمهورية الجديدة، الجمهورية اللي بتستوعب الجميع، اللي لا يتم إقصاء أو استثناء أحد فيها، ولابد أن يتم يعني ترتيب أولويات الدولة وفقاً للحالة التوافقية اللي شفناها امبارح في انطلاق الحوار الوطني. يمكن شيء بيدعو للفخر سواء من الناحية التنظيمية أو القضايا المطروحة أيضا للنقاش، بنتكلم على 113 تقريبا موضوع هيتم مناقشتهم، وكمان التنوع في اتجاهات الشخصيات اللي اتكلمت على المنصة بالأمس تحديدا. الكل يمكن طرح رؤى، طرح أيضا وجهات نظر ضمن هذه المظلة الجامعة، المظلة المصرية والأرضية الوطنية المشتركة اللي جمعت الكل بالأمس تحديداً. ويمكن هو ده المبدأ الأساسي للحوار القائم على التوافق والقائم على أن الكل صوته مسموع. كمان كان مهم جداً قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بأن الجلسات تكون جلسات علنية، وكمان يحضرها وسائل إعلام مش بس محلية، لا يحضرها كمان وسائل إعلام عالمية علشان العالم ينظر إلى مصر وهي تتجه في الاتجاه الصحيح نحو مسار الديمقراطية، الدولة المصرية الديمقراطية اللي بيحلم بيها الجميع، واللي يمكن شفنا يعني الركيزة الأساسية ليها منذ أن دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق هذا الحوار، حتى نستمع لبعض، حتى نعلي من قيمة الحوار وقيمة يعني بنتكلم على أن يكون في مساحات مشتركة فيما بيننا. وأكيد ده وارد جدا طالما مفيش حاجة تمنع، طالما الغاية لكل واحد أيا مكان اتجاهه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كل مصلحته مصلحة الوطن دي، فليه لأ؟ الاختلاف في الرؤى، الاختلاف في الأفكار لا يفسد أبدا للوطن قضية. دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحوار الوطني تحديدا يوم 26 إبريل 2022 في إفطار الأسرة المصرية. وشفنا يمكن على مدار العام الجلسات الإجرائية التحضيرية لهذا الحوار حتى يخرج بالأمس بالشكل اللي احنا شفناه ده، وبيعكس الشفافية، بيعكس الرغبة الحقيقية في تقديم تجربة للحوار الوطني، تجربة بتليق بالدولة المصرية، بتليق بمستقبل المصريين تحديدا، خاصة إن الحوار من ضمن أهدافه ترتيب أولويات الدولة في المرحلة القادمة. دولة كبيرة بحجم مصر، دولة بها يمكن العقل والموارد البشرية فيها هي أغلى ثروة بتمتلكها. خلق مساحات مشتركة كمان ما بين كل الأطراف المشاركة في هذا الوطن تحديدا، وبالتالي لازم يكون في فرصة لكل أطياف المجتمع المصري لمتابعة ما يدور من مناقشات في جلسات الحوار الوطني. طيب احنا بنتكلم على جلسة
افتتاحية يمكن هي قطرة من غيث لما سوف نراه خلال الفترة القادمة بمشيئة المولى عز وجل. جلسة بتؤكد أننا أمام حالة حوار حقيقية بيشارك فيها كل أطياف المجتمع المصري باستثناء يعني من لا يعترف بالدستور ومن لطخت أو لطخت يديه بالدماء أو رفع السلاح في وجه المصريين تحديدا. الجلسات النقاشية للحوار الوطني هي بداية لمرحلة جديدة، بداية لمشاركة كل القوى في مناقشة القضايا اللي بتهم الوطن والجلوس على طاولة واحدة، طاولة نقاش دعم التوافق من خلال بناء جسور ثقة ما بين كل الأطراف، وكمان تقديم مصلحة الوطن علشان يكون مصلحة الوطن أولاً. هنا ما بنتكلمش على رؤى وأفكار بتفيد جماعة بعينها أو حزب بعينه أو فئة أو طائفة بعينها، احنا هنا حالة توافقية، الكل لابد أن يتوافق في ظل التحديات اللي بتواجه العالم ككل. لا، احنا بقى نقعد ونعيد ترتيب أولوياتنا خلال الفترة القادمة علشان نكون على المسار الديمقراطي الصحيح، بدعوة كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يمكن كمان تابعنا الكلمة الخاصة بالسيد الرئيس المسجلة اللي تم إطلاقها بالأمس، اللي بتؤكد على دعم سيادته لهذا الحوار والعمل على تنفيذ مخرجاته. يمكن السيد الرئيس كمان قال في كلمته أنه هو هيكون مشارك في الجلسات يعني النهائية لهذا الحوار تحديدا. يبقى احنا بنتكلم على حوار لا ينقص سوى الجلوس سويا، التفكير، إعلاء قيمة الوطن أولا، وبالتالي نقدر اللي احنا نقول اللي احنا موجودين في دولة تتسع الجميع، ودايما وأبدا الحوار واختلاف الرؤى والأفكار لا تفسد أبدا للوطن قضية. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.